والفجوة الظاهرة في السماء، إنه استقلالنا وثورتنا ودم. القطاعات التي أولى لها السيد رئيس الجمهورية أولوية قصوى وهي قطاع السكن لأهميته، ولقد أوصى بضرورة التكفل بحاجة الساكنة وتوفير السكن اللائق بمختلف السير حتى يتمكن الجميع من أخذ فرصته حسب مقدوره ووضعيته المهنية، ليصبح العدد الإجمالي الموزع اليوم بهذه المناسبة 5948 وحدة. الحمد لله، اليوم تم منح سكن اجتماعي في بلدية تيمكاد.